هذا الموضوع ديال اليوم غيكون ان شاء الله الرحمن الرحيم على الكلبة ديال صاري بول اللي غدي العصير ديال البول سون الكول كوم دابيتيد. ديما كتقول لي ما تهضرش عليها ما تهضرش عليها ما تهضرش عليها ما تهضرش عليها، وتا انا كنميك وما كنهضرش عليها، ولكن دابا ماشي غنهضر عليها، دابا غنقول لكم الحقيقه ديال صاري كول شنو هي الحقيقه ديال شكون هو بوها وفين خدام، فهمتيني؟ وعاد ان عندها بنت مع بوها حاطه في الخيريه في مدريد. المهم انا جايكم صار داكشي لا فهمتيني الوقائع شي وقائع 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 كاينين ديال بصح دخلوا. المهم هي 264 نموت عليكم. منير المدني على سلامتو، الله يحفظك خويا فؤاد، مرحبا والف مرحبا خويا ايدي سونا غزال، سلام فؤاد سلام. هزيد اخوتي دخلوا اليوم راه عصير كبير، عصير ديال بصح، عارف شي وحدين باقيين خدامين ولكن غيخرجوا من الخدمه وغيعاودوا يسمعوا لهاد الشيء هذا، حيت عاد ديال الميلودي غادي يجيهم من الاخر. كنميكو ودرنا قلنا وشي وحدين هزيد بعدي شي وحدين قال كتزيدي انت وراك كبرتي على هاد الشيء هذا وكتبقى تهضر في واحد خينا ديال الحديث فهمتيني. ما هي الروبيض الرويبيضة يا رسول الله قال يتكلمون في العامة؟ لا، هاد الناس اللي غنهضروا عليهم هما دابا راه كلكم هاد الناس، ماشي هاد الناس اللي كانوا لي فانز، لا الناس اللي كيعبدوا هاد الناس هادي كتلقاهم هما الاولين في طوندوز وخدامين هما الاولين وداخلين بي، لان اللي بحال هاد الكلاب هادو اللي كيهضروا اللي كيعايروا فيا يعني وكيقولوا هما اللي مطلعين بحال داك داك الحماق فهمتيني. هذاك المهم انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي اليوم كاين التبهديل، اقسم بالله الا كاين التبهديل بالكراميل بالطوموبيل داكشي ديال الله. خويا هاني تيسير الله يكبر بك كلشي ديال الله. بروموسيون بروموسيون داكشي معلم. اهلا وسهلا مرحبا خويا ميلود معلوم طارق وضراء الموت عليك راك عزيز وغالي. امثال جديد نهار السبت ان شاء الله 23 في الشهر عديل ما عندناش البنت كيدفعوا لك خاي ما عديل ما عندناش البنت يدفعوا لك اهلا جدوان ما عندناش البنت كيدفعوا لك خاوي ما عندناش البنت كيدفعوا لك الخاوي. لا خويا علاء لا راه امك بنت، الا ما عندكش اختك راه عندك امك، الا ما عندكمش بنات الدار راه عندك امك وعندك خالتك وعندك عمتك وعندك جداك، راه عندك بزاف ديال البنات في العيالات. احترمهم يا الكلب، احترمهم احترم هذاك احترم عمك بعدا تبقى تهضر على انت داخل عند صاري كل صاحب كيسحب كل شيء داخل عند صاري كل ها. لا لا راه انت على اجد المهم راه كان انت اللي داخل عنده وصافي راه مال انا لي فانز عندي راه ملي كندير لايف وعارفين راني غندخل فهمتيني وعارفين اني غنبلبل وعارفين اني غنبهد. واحد خينا اش قال لي حنا عقنا بك سحب لينا حنا حمير هنا عقنا بك انت كدير اللايف باش دير البوز. هذا راه عاق بيا هذا الكلب اللي عايق بيا هذا راه غير فيسبوك هذا راه ما كديهم له حتى درهم هذا كنفرشوا فيه عباد الله هذا اي فيسبوك هذا اللايف هذا راه من الفيسبوك ماشي من اليوتيوب لا لا من الفيسبوك. يعني هنا انا كندير زوين مع دوك اصحاب المهم دوك القناه الالكترونيه وصحاب لي باج انا كندير معاهم مزيان باش يقطعوا طريف طريف ويسمعوا باش يعرفوا شنو واقع في هذه البلاد السعيده. لان بحال هادشي المهم 985 باقى لي 15 ها صافي 1000 خوتي. دابا ندخلوا في الموضوع نيشان اخر الاخبار هادي جايه داكشي موثوق منه. صاري كول نعس معاها بوها ولد معاها بنيه وسميت البنيه سميتها مايا البنيه ديالها سميتها مايا وهاد البنت هذا في الخيريه في في في, في مدريد راهي حاطه تماك وهي مايا من دوك العيالات مساكن اللي كيضربوا تماره بين ديال سبته ومليليه دوك اللي كيهزوا الكونترموند فهمتيني. ما وحده منهم تما الله يسهل عليها مسكينه راه كدبر على راسها فهمتيني. هي ما راضياش بما كدير داك الخدمه بحال هكاك هادي باش كنشوف كنجي يكون الحقيقه في الدقيقه. ما هي كتقول لك ما داكشي اللي قالت هي انا نقول لكم نعطيكم الحقيقه ديالو دابا ماشي غدا ولا بعد حالا بلا فهمتوني اخوتي. هادي انسانه واش اللي كتنعس مع بوها هادي كيسمعوا لها الناس شي وحدين داخلين عندها ومطلعين لها النيفو ديالها مطلعين لها النيفو باش انا عادل الميلودي معروف شاب عادل الميلودي مغني معروف مغني هي باش معروفه صاري بول باش معروفه بتخسر الهضره والكلام والكلام الخانز بحالها نورمال. هذيك هي الانسانه الوحيده ملي كتشوف صاري كول بحالك كتشوفها بحالك
ما كنشوف جبهه، كنشوف هي حوله، حوله من وجهها. كيفاش انسان هي بعد داكشي اسمع قبل عليها حتى واحد، حتى والديها ما قبلوش عليها، نورمال. هذا هو الواقع، هذه هي صريبو اللي كتهضر لسيدي اللي قالت لك انا عايش بالغرماء. الحمد لله حنا عايشين بالغرماء، عايشين المهم ما كنطلب ما كنبدوش يدينا وما كندوش ديال عباد الله، عايشين بالغرماء. اللهم الغرماء ولا الكاما، كنقول لكم وكنعاود نقول لكم نورمال، لان لا بلي بار ديال ماشي لا بلي كلشي، اي فنان كيما بغى يكون نوع ديالو راه فهمتيني كيعيش بخدمه ديال. اما كتهضري على قالك سيدي غادي نجي انا لمدريد، هي غتحبسني، انت غتحبسيني في مدريد، الله يلعن الكلبه تاع تمين امك فهمتيني، ما تقدريش انت بعدا. علاش ملي كنجي انا كتخوي انت؟ علاش ملي كنكون انا في مدريد ما كنلقاكش؟ لان انا ما غاديش نهضر معاك، انا لا غنهضر على هذيك المراه اللي قلتي لي انت عندها 70 عام وكدير بوتوكس لا باطيط وما داكشي اللي ما فهمتينين. هذيك شوف هذيك المراه عندها جوج وليدات وعندها راجل وعايشة الحياه السعيده. انت شوف شوف شوفي نعيش شوف ها انت شوف ها انت على بيسي ديالها والقيامه والعالم. شوف 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 مساحه قد قد الوطن عايشه ماشي. وعاد عندها دار في مربيه، فشوف عندها دار في مربيه كتدوز بها الصيف وكتعيش الحياه السعيده ديالها نورمال. وعاد عندي صاريبول، صاري انا عندي صاريكول، ما عندي صاريبول، عندي صاريكول. هي انا خرجها دابا، انا الدريجي خرجها دابا، غتشوفوا صاريكول مربيه ومؤدبه وبزاف ديال الحوايج وقع على ذات صاريكول فهمتيني. هذه اللي عندي انا، هي شويه بدنا نضرب بعد شويه مع خوتي بعدا عاد باش نرجع لامك عاوتاني، لانك انت انسانه خانزه، انسانه معروف. قال لك سيدي العادل ما يبقاش يدي، انا ما كنديش على، لا بالعكس انا ما كنديش عليها، وانما فهمتيني ملي غتولي تهضر بزاف، لان مع ميك سالوت كتهضر بزاف وتهضري عليا انا فهمتيني. راك عارفاني انا ذاك النهار العالم مدريد كلها كتعرفها فهمتيني، بانك انت طلبتي مني 100 ديال الاورو وبزاف عليك 100 ديال الاورو، انا بفابور وبزاف عليك، لان انا ما حدنيش الشك باقي الان ما قالش على وجهك كيفاش داير، حيت دائما الناس كيشوفوا انت دايره بحالك ما عارفوش كيشوفوك عامل هنا، راه وجهك بحالك راه هو اللي بحالك، حوله في وجهك، انسانه حوله في وجهك، ما عندنا ما نقولوا لك، داك الشيء راه ديال الله. تحيه للفنان المفضل سيدي عادل من المانيا، مرحبا بخويا حسن الحراق، خويا حسن الحراق، نموت على خويا حسن الحراق. فهمتوني اخوتي راه هذا هو الواقع. قال لك اسيدي هذاك الانسان كي دائما في مدرسه شي وحدين اسيدي داخلين عندي هنا وكينوضوا كيعايروني وانا وانت وداك حيطه وداك داك داك داك. لا اخوتي لا، انا واحد الانسان عندي الحقيقه في الدقيقه، انا انسان معروف عادل الميلودي فنان وبالباله، وعادل الميلودي كيهضر في اي حاجه كيهضر فيها، كيهضر في المعقول هذه اللي كاينه كيقولها فهمتيني. انا ما كنتسنى حتى شي حاجه من عند حتى شي واحد، انا الحمد لله داك الشيء اللي باش ندير البوز هما الديسك اللي عندي، اما هادشي هذا راه كنهضر غير مع خوتي فاز الميلودي كنوريهم شي حقائق، لان بحال الكلبه ديال الخلا وشحال شحال هذه كانت في الطوندة دابا حيت هي ما سالات با ترجع فيما حد اللي كيبغي يتشارك يجي عند عادل الميلودي كيبقى يعايرو، تعاير عادل الميلودي، تعايري مرت عادل الميلودي، شحال شحال مرت عادل الميلودي، مرت عادل الميلودي انسانه قاريه عليك بزاف وواعيه عليك بزاف ونايضه عليك بزاف، واي حاجه فهمتيني ما كدير لا جميل ما كدير لا فوتوكس لا بوتوكس لا مرض داكشي اللي كتقولوا لي ما كدير حتى شي حاجه، انسانه كدير بحالها بحال ايها البنات ابي شويه ديال الفوندوتان شويه ديال لاكير هكا وداكشي زويون وعادي خفيف ظريف وكتبقى دائما طوب. اما انت يا انسانه وجهك حول، وجهك كيشوف انت ما عرفنا ما بغيت نشبك بشي حاجه اي حاجه، بغيت نشبك بكلبه كلبه واعره عليك، بغيت نشبك باي حاجه ما عنديش باش غنشبك، والقرض زوين عليك كيفاش غن اذا اللهم حيت النور لانك انت اللي كيشوفك بحال الكرة ديما كيشوفك ما يمكنش يشوف فيك نيشان لانك انت ما كيناش نورمال، هذا هو الواقع. انا جاي راه اولا دابا راه كنتسنى خوتي يدخلوا دابا فهمتيني، انا راه مازال جايكم الهضره ديال بصح والحقيقه ديال بصح، لان قال الانسان اللي يديها بوها والده مع بوها شوف على الدل اللي كيدير، وكتعرف البنات ديال المغرب كتعرف بنيات المغرب اللي هما واعرين عليك كيما قلت لك شحال هذه العيانه هنا في البلاد في المغرب، العيانه فيهم العيانه اللي ماكو فهمتيني، واعره عليك انت بمليار الف درجه العيانه، لان مثلا انا الحمد لله انا كنت دريات قاريين واعرين ما كيخسروش الهضره فهمتيني، وزويني صور الزين كيحشم على زينو والحول غير هدا الله الحوله ماشي الحول لا الحوله في الوجه وجهها حول انسانه وجهها حول. تحياتي للميلودي عادي راك منور الله يكبر بك خلق الله هكاك، وانت هذا فيصل حفيدي نورمال خلق الله هكاك اخويا، حنا ما كنعيبوش في الخلقه ديال الله فهمتيني، حنا كنعيبو في الهضره ديال اللي كتخسر الهضره على اختك امك
حيت نتا كلب بعدا نبقى نعاود لك تنساش بيني وبينك صافي انت فهمها كيما بغيتي شغل دابا انت بغيت تدخل لي زعما خلق الله زعما راه انا راه 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 را بنادم راه واحد واحد خدا وحده من الخيريه ودار معاه فوق زوين وخلق الله بحالك وتزوج بها وقتنع بها والحمد لله وربي رازقهم الذريه الصالحه والذريه الحسنه فهمتيني هي بقات خلق الله ربي خلق كل واحد خلقه كيفاش جاي كل واحد فهمتيني الله سبحانه وتعالى خلق وفرق فهمتيني اما بحال هذاك النوع لا خالق الله ولكن هو ما حامدش الله هذا هو المشكل على ذاك النوع اللي كيدير خلقه حنا راه الحمد لله انا كنعترفوا وكيشرفنا الخليقه ديال سيدي ربي انا كنتعاملوا مع العالم ولكن انت بغيتي غير تعيق عليا ما غاديش ما نقولك حتى شي حاجه وجيد ماشي غير انت منك عاد لانك نتوما في الاول وفي الاخر غادي نبهدل امكم تبهدلا لانكم نتوما غير عباده ديال الصاريبول ما عندي لك حتى عباد ديال الصاريبول وحده اخرى واش غندير لكم انا نتوما عبادين ديالها السيده مدبره على راسها ضربه الطوندوسي الاولى شحال هذه ماشي دابا هي اسفلت السبيل دابا انا بغيت باش ندير معاه مزيان باش يعرفوا ثاني المغاربه على حقيقه اللي عند الانسان صاريكول انسانه ولدات مع باها صور هذه صاري كل انسانه ولدات مع باها مصيبه واش اللي ولد ما دار هذه شرب القانون راه شوف هادشي راه كنقول لك انا راه حقيقي هادشي اللي قالت لي راه هذه راه بنت خاله هو اللي قالت لي بان خالتها هي مت هذه كتبيع في مليليه وداك الشيء مسكينه كتدبر على راسها وباها راه باها قالوا في الحبس انا مالتي لان هي اللي دخلته للحبس فاش قالت لهم راه اغتصبني ودار ليا هادشي حنا كامل كنعرفوا هادشي اللي كاين نيشان خالد ديال الله نموت على خويا خالد وكيما خلاه يوسف ريكاطا شي وحدين عاطينا الحظيه فهمتيني قال لك عيش باش عارف راسك بس تما راك عشتي اما الا حظيتي كتسمى غير شفتي اش كاين اخويا الصريقاطا ولا ما كاينش نورمال ما الا بقيتي حاد كتبقى عشتي ما عشتي ما والو هذا هو الواقع بحال داك الكلب راه هي مسكينه راه عايشه بواحد البنيقه تما راه في مدريد تما كاري بواحد 200 ديال الاورو هما 4 50 اورو في الشهر فهمتيني وكتدخل وتخرج ومتى دوك اللي خدامين اللي كارين معاه راه كيمشيو يخدموا في الصباح هي كتبقى بوحدها تماك على اللايفات وعلى الهضر الخاسره وكومي حنا ما غاديش نقولوا ليها علاش وانما الحاجه اللي غادي نقول لها هو انها انسانه لا تسمن ولا تغني من جوع هذا هو الواقع غادي تهضري انا على مرتي ونورمال باينه هذيك المراه السيده بولادها السيده عندها اولاد سيدي عندها اولاد وعندها عائله وكتقد كسيدي عندها حاله ما محيدين محاله ما عرفتش انا والله شي اقسم بالله ما سمعت انا غير قالوا لي انا غير كرهت داك الشيء اللي قالوا من الحاله المدنيه اللي تخيسي تزوج بها انا جايبه من عارف غادي تزوج بها بالوليدات بالحاله المدنيه با هو وكيل الملك باش عرفوا هذه القضيه با هو كان قاضي ولا وكيل الملك وكان رئيس ديال الجماعه ديال غبال ديال الرماني با راه شي حاجه في البلاد الله يرحمه مسكين مات الله يرحمه كاين شي حاجه في البلاد شي حاجه كاينه فهمتيني وما عمرنا ما طمعنا فيه وما عمرنا ما قلنا لشي حاجه لان السيد واصل وما كيوصل ليه حتى واحد هذا هو الواقع باش تهضري انت على تركت ايمان دحان خاصك تكوني انت تكوني قاريه بزاف باش تهضري على لا راه العساس ورا ما نعرف الهضره ديال الكيلو ديالك هذه كاع ما تدخلي عندنا حنا الحمد لله هذيك راه مرتي وانا كنثيق فيها ثقه ديال العمى في الظلمه فهمتيني هذيك كتمشي معايا سارت معايا العالم انت عندك باسبور احمر ممنوع عليك تدخلي للمغرب نتحداك تدخلي للمغرب تدخلي للمغرب غيجدوك اول واحد غادي يجدك غادي يحيدك لعب لان كما قلت لك كنتي مراه بصح ونعرفك انت يا حمقه هنا وريهم اللعيبه ديالك البلاصه اللي مكويه فيها يلا وريهم القزيبه ديالك رانا عارفينك حنا كاملين كنعرفوا وشوف اقسم بالله اللي ما كانش فيك 8 ديال الكويه 8 وحده ديك باينه من الفوق فهمتيني الفوق انا كاع ما نهضروا عليها 8 وري الا ما لقيناش دفليه في وجهي دفليه في كمرتي قدام هذا العالم يلا قولي اللي بغيتي يلا نعرف كاميرا وريها لهم يلا ما تقدريش
ما تقدريش. انت عاك باغي ديري البوز على دار عادل، وباغا ديري مهنه، وباغا تدبري على راسك مع مولفه كتاخذي من اليوتيوب، كتدبري ها اليوتيوب ها السناب شات ها المان على الانستغرام ها التويتر ها القيامك على مدبر على راسك مع لقيتي مساكن هذوك اللي دايرين بك، دوك الكلاب اللي دايرين بك لقيتهم حمير، راه بقيتي كتضرب مع الشعب هذا، راه ينهب امك ينهبك يأثير في سك غير يفرسك غير ردك بحال شي دجاجه محيد الا اللعيبه. انت هنا راه ما تنصبيش عليهم، هاد البلاد السعيده راه ما كاينش اللي كنصب لهم، راه ما عمر شي واحد هنا يديروا معاك زوين كتبقاي فيهم نورمال، ولكن باش تهضري من عندك الهضره وتقول لهم عيالاتكم، بقا تهضري على عيالات الرجاله، شنو تهضري على عيالات الرجاله هي الكلبه. ودابا هادوك اللي في مدريد، هادوك اللي في مدريد، واحد القضيه نزيد لكم اخوتي، هاد السيده هادي راه كتبرقد البوليس مدريد، راه اي واحد كيدبر على راسه في مدريد كتمشي تشريها ليه. دابا نتحدى شي واحد في مدريد خارج، نتحدى شي واحد في مدريد كاين برا، كلشي مجدود، كاع الدراري اللي كيدبروا على راسهم مساكن كلشي مجدود. شكون اللي شاريها لهم؟ ساري كول واحد خينا معاه ما عرفتش شكون هما، ماشي اللي قالوا لي انا كنقول لكم الحقيقه، وهادشي واش كاين ولا ما كاينش. راه والله واحد اللي مدبر على راسه في ديك مدريد الى صار كل شاري ليه، وعاد مدبر شي وحدين العبوديه العباده دياولها، كان العباده دياولها تما على الجد، العباده وباريتو غزاليه يا ديال الله. الله يبارك خويا الطوب، خدم على راسك، الله يسهل عليك وعلى جميع المسلمين. خويا السيمو بين الله يكبر بيك خويا، عادي الرجال بالرجال والرخاص بالدينار والعرايه، عادي مع مول فلوكان، موت على مول فلوكان نورمال. شي هادو خوتي، هادو اللي كيهضروا معايا هادو خوتي، هذا ضروري. انا كنعرف الكومونتيرات كتلقى في الاخر في المجموع كتلقى 13000 ولا 14000 كومونتير، كتلقى فيه صحاب المعيور كاملين، يلاه كاينه شي 29 ولا 30 واحد، وهذوك 30 واحد غير معاودين، فهمتيني. وتصور دابا 13000 على 29 واحد كيعرفوا هذوك 29 لانهم داخلين مع الكلبه ديال صاريبول نورمال. شي صار يقول كي كدير عصير ديال البول كي درسي، فهمتي. انا راه كان مصيبه عصير ديال البول بالحقيقه ماشي بالكذوب، ما انت عا كتكذبي. يعني انا ما عندي، انا الحمد لله انا عندي، انا ساكن في قصر ما عنديش مشكل، انا عايش حياه سعيده، عايش كما اريد كما بغى الله، راني عايش الحمد لله وعايش حياتي زوين، ما عنديش غرام ديال المشكل، فهمتيني. هذا هو الواقع ديالي، هذا الواقع ديالي. وقال لك عندي قصر كبير معروف على مي من القصر، مي قصراويه، والرجال ديال القصر الكبير كاملين كيحترمونا وكيحبونا لوجه الله، ومي من القصر كبير، يعني انا واحد الانسان ولد القصر كبير ولد العرايش وبو عرايشي، فهمتيني. وجدي ريفي من الحسين، ما جدي هو الخطابي، تعرف حنا عندنا الروح ديال الرجوله، يعني حنا من الديبار. وانا اللي كنهضر انا في فهمتيني، بنادم يقول لي اسكت، لا ما غاديش نسكت، غادي نهضر اليوم ونهضر غدا وغنهضر بعد وغنبقى نهضر حتى غادر تشق ليا وغنشبع، لانني انا واعر على هذيك الكلبه ديال صاريبول، معروفه هذه القضيه، ماشي واعر بزاف. انا يعني وعندي ديسكريمان ديال الطحبه، انا عندي، ولكن انا غيبقى محسوب عليا، مغني على خوز عبيله على حشره، غيبقى فيا الحال، حياتي كامله وبقى محسوب عليا انا داك الديسك. انا حمق، واش انا حمق؟ انا ندير لا 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 على وحده فم خانز، فم وكدير اللايف وفم خانز، فم كتلقى الريحه من اللايف، صور معايا هي كتهضر وفم خانز. مالكي يا بنت الكلب، مالكي يا ايتها العايره، خرجتي على 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 المغاربه، خرجتي عليهم كاملين، خرجتي عليهم، خرجتي ما كتهضري عليهم، كتهضري على سيادك المغاربه، كتهضري عليهم بناس اخرين، راه بسببك انت باش ناض داك القصيده خاينه اللي كيقتل عباد الله في الجوامع، بسببك انت اللي بحالك، انت اللي بحالك اللي خلى المسلمين ما يكونش عندهم قيمه، لانك انت اللي كترد لهم ما عندهمش قيمه، اللي بحال امك انت، انت اصلا ما عندك حتى علاقه بالاسلام وما عندك حتى علاقه بالدين، وكتبقاي تهضري على شي ناس واعرين عليك، راه بحالك انت اللي خرجوا للعالم، خرجوا على الامه، بحالك هي الكلبه يا صاري كول، هي الكلبه راه هي ديال القحبه، انا يا صاري كول يا الطحبه. داكشي ديال الله نهضر مع خوتي، عاوتاني انا غنبهدل امك، اقسم بالله غتمشي اليوم زوينه، وعاوتاني اليوم وغدا وبعد انا نبقى مقابلها امك، انت انا ما عندي حتى شي حاجه، نقابل امك حتى انا فهمتيني. وفاش غادي نمشي لمدريد ان شاء الله الرحمن الرحيم؟ عندك تخزني لا، لان علاش؟ لان فاش غنمشي لمدريد انا ما يمكنش لي نهضر، ما نهضر معاك انت، انا غيدي واحد تما كيعطيو الحقوق للمراه نورمال، ولكن انا غنصيفط لك المراه، هذيك المراه اللي كتهضر عليها كدير وكدير، كي غتوري لامك كي غتعجب بك، راه انا ماشي راجل،
وكي جيتك يلا. وانا عيونا نعرفك المره انت حبسيني، يقول لهم راه هو جاي حبسيني حبسيني، يقول لهم لا ما يدخلش. ما عند امك تاع انا بكمي انا بعدا راه عندي الدار في ماربيه، انا راه عندي داري في ماربيه انا قد قد الخلا. وانت يا كاريه بيت محمق العالم، نتوما كاريين نتوما اربعه ب 200 ديال اورو 50 اورو الوحده، ومحمقه الدوله بحال المقله، وكتهضري وفمك واسع على التحت ديالكم. مصيبك على راه مصيبك على مصيبه انت، انت يا كاريه انت يا مصيبه انت انت. زيد يا صريبون الله يخرج من امك البول اليوم من اللور لول لول من غير لا ذلك كلامك ضيق، لان حاقده على الرجال انورمال. هي ماشي حاقده، هي حاقده على الرجال، لان الرجال ماشي حاقده على الرجال، هي حاقده على بوها. هذا هو المشكل، ولكن بوها راه هي اللي عشقاته، ماشي بوها. بوها راه ما هي عشقاته صافي، والسيد راه جالس بوحدو، امو مسكينه جات خدامه على راسها كتمشي تجيب داكشي ديال الكونتراباندو من 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 مليليا، وهي راه حاقده على بوها، راه ما عندها ما غادي. هذا هو الواقع. وبوها اش غايدير؟ السيده جايه عنده لابسه ليه الشرطه، شنو غايدير لها؟ والسيده راه والدها عندها 18 عام دابا، شوف شحال عندها، شي 21 ولا 22 ولا 24، المهم عندها الدريه، عندها في الخيريه ديالها بنتها. هي راه كانت في الخيريه هي الاولى، يا الاولى كان في خيريه مني تما، فهمتيني؟ مني صافي مني بوا دار لها اللعيبه صافي، مشات من 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 الخيريه. المهم داك الشيء راه ناضي كنادي معززه مكرمه، تحية خاصه من الويدان خويا العزيز، راك ديما الطوب من باريس القنيطره مرحبا دون كينغ سيف، نموت عليك ايمازيغن، فيف لوري، فيف ولاد الشعب. خويا عماد ها انت شتيه؟ ها هو شتيه ولا ما شتيهش؟ ها هو ها الإمازيغن، وديما ريافة وديما سواسة وديما الإمازيغن تال الموت. شو الإمازيغن؟ ديما الإمازيغن وديما ريافة تال الموت تال الموت تال الموت. ريافة ديما طوعة وماشي طماعة، حنا معروفين الحمد لله، معروفين بالرجولة، ما معروفينش بالهضرة الخاوية. وكلشي ديال الله. انا شو انا جايكم، انا جايكم ها ديديكاس خوتي اللي بغى شي ديديكاس يدخل عندي، واخا ما نقولش سميتو دابا، راه غادي نرجع ثاني ونقرا كلشي من جديد. خلينا نهضر شويه ونعاود نقرا. اللي جات واللي بغى يقول شي حاجه واخا خسر الهضره، ما عنديش مشكل، اخسر الهضره كما تشاء، لان كاع اللي كيخسر الهضره خصو يعرف بان امو واختو وخالته راه في خطر، راه هذا هو الواقع. انا كنقولها لكم، راه اللي كيخسر الهضره راه امو وختو وخالته وعمته، المهم كاع تركتهم اللي فيها العيلات، راها في خطر. اما الا كان ديك الكلبه حقد على الرجال، فان الرجال راه داروها بها وصيفطوا امها معززه مكرمه، لان احنا رجال، هذا هو الواقع. خويا عادل المعلم عندك واحد الديسك الحماق عليه مرحبا. زكي زكيه اودي بيني وبينك انت وار عليها، ما تعطلاش كثر ما كتسال. والله خويا زكي زكريا اقسم بالله انا والله ما كنعطيها كثر، انا ما كنعطيها لك على غير العصير هاد خيتي هادي، لان فهمتي، لان ولا انا وصلوني شي وحدين قالت كبدي داك ساري كروم بغاش دير عقلها، وراه برك كتهضر عليك وكتهضر لي على وهضرت على مرتك، وقالت لها العساس، وقالت لها ما نعرف، وقالت لها وانا ما عرفت شنو شي حاجه قالت كدير، وهي ما كتبغيش تهضر لان على حساب ولادي. اشوف اختي انا ولادي، شي ولادي، ولادي عارفين بهم شنو كيسوا، ولادي عارفين بهم وعارفينك انت شنو كتسوا. شي راه ولادي من هذوك الناس اللي كيدخلوا كيقول لك انت مبهدله وكيعطوك الحقيقه ديال ولادي اللي كتهضر عليهم. انت انا راه بزاف عليك ولادي بزاف، وحنا عايشين شوف عايشين بعيدين على المشاكل وبعيدين على اي حاجه.